السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناة كنال اسماء وفيديو جديد، وصفة جديدة ان شاء الله. وصفتنا اليوم ان شاء الله الباذنجان المرقد، بالفعل كيجي جد رائع مرافق بمناسبة العيد الاضحى ان شاء الله المبارك. الله يدخل علينا بالصحة والعافية. كنحتاجو كيلو ونص ديال الدنجال الصغير لهذا الشكل هذا، عفوا كاس ديال الزيت بلدية، نصف كاس مخلط ما بين الحامض والخل، معدنوس مفروم مقطع، معلقة صغيرة ديال الكمون، معلقة صغيرة ديال الملحة بزاف، معلقة كبيرة ديال الفلفلة بابريكا، وهنا الحرور اللي كيعجبو الحرور، وهنا كركوبه ديال يعني راس كامل الكركوبه ديال الثومه كامله كنديروها ونبداو على بركه الله. هنا كنحتاجو ناخذ موس وكنبداو ننقيو هاد الشوائب، داك الشوك اللي كيكون في الراس ديال الدنجال كننقيوه. على هذا الشكل هذا كامل، كنستمروا نحيدوا هذاك الراس ديالو شويه، يعني كيكون فيه واحد الشوك صغير كيكون فيه بزاف لهذه الطريقه هذه. نفس الشيء غادي نكملوه لجميع الدنجال. يعني ما اعتقد ذكرت لكم بان كيلو ونص ديال الدنجال احتاجيت انايا، وانتم على حسب الكميه اللي ترغبوا فيها. بالفعل كيجي لذيذ بزاف، خصوصا الشرموله اللي غادي نديروا له كتجي بنين بزاف. هكذا الطريقه هذه ونكملو الدنجال ديالنا. هنا كناخدوه وكنحلوه على هاد الطريقة هادي، يعني أربعة على أربعة بهاد الشكل هذا، هما كيف ما نقينا كيف ما وريتكم. هنا كنحلو على أربعة كامل، نتمنى يكون الفيديو واضح لكم. أذن ديال العشاء، وكنستمروا جميع الدنجالات اللي عندنا كاملين كنحلوهم بهذه الطريقه هذه. هو الدنجال ديالنا كنرشوه بشويه ديال الملحه من الداخل، وكنديروه في الكسكاس وكنديرو في وسط منو الثومه، في وسط الدنجال كنديرو الثومه، نرشو بشويه ديال الملحه، وفي وسط منو كنديرو الثومه لهذا الشكل هذا. كنستمروا. هو الدنجال ديالنا درناه في الكسكاس، درت انا جوج ديال الكسكاس واحد فوق واحد، وغادي نردوه يتفور. هنا الدنجال ديالنا بعد ما فورناه هو كيجي على هذا الشكل هذا،
يعني تفوره خير ما تسلقوه، لان تسلقوه غيشرب الماء بزاف. هكذا لا، مفور كيجي غزال. دابا نحضروا له الشرموله ديالو. هنا الثوم حيدناه، وغادي نبداو نمعسو الثومه ديالنا على شكل هكذا. كنعسو الثومه ديالنا مزيان من بعد ما تفورت لنا مع الدنجال. يعني قلت ما نفوت حتى شي حاجه، نوريكم جميع المراحل باش تقدروا تحضروا نتوما بهذه المناسبه هذه ان شاء الله. سلطه مرافقه بارده، كنضيفوا له التحميره، يعني جميع التوابل اللي عندنا كما ذكرنا من قبل، ملعقه كبيره ديال التحميره السودانيه الحار اللي كيعزيز عليه الحار، معلقه صغيره درت، معلقه صغيره ديال الكمون، شويه ديال الملحه لان ديجا سبقنا رشينا الدنجل ديالنا بالملحه، وكنخلطو مزيان مع الثومه. هكذا وغنضيفو هذا الشكل، هذا غنضيفو لها كاس ديال الزيت بلديه ولا كاس ونص، لان بزيت بلديه كتجي رائعه، خير كتجي البنه ديال الزيت بلديه، اما بالروميه نو كتجي بسله، اما المذاق ديال البلديه كيجي زوين. ناخذ معلقه باش نزيدو نحركو مزيان، نخدمو جميع التوابل ديالنا. وهاد الشرموله هادي كتجي غزاله، نتمنى الله تجربوها وتعجبكم. وغنضيفو الخل مع الحامض نصف كاس. انا درت عيني ميزاني، ولكن نتوما ديرو نصف كاس مخلط ما بين الخل ونكهة الحامض. هاي الشرمولة ديالنا، خلطو مزيان، واجدة ريحتها يا سلام رائعة مع التومة. ممكن لكم تحتفظوا به في الدنجال هذا، شي شرموله ديالنا كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا. كناخدو علبة ونزيد له زيت، هنا زيت له الزيت بلدية، وكناخدو علبة كنديرو فيها شوية ديال الشرمولة، هنايا كيف ما كتشاهدوا على هذا الشكل هذا.
الطريقة هذه، وكناخدو التنجل ديالنا كنحطوه. نتمنى يكون واضح لكم في الفيديو. وكنعمروه بالشرمولة. انا درسكم. ودا كنديروه المعدنوس لداخل ديالو. كنحاول نوضح لكم كتر باش يبان لكم على الشكل هذا. نفس الشيء كنقوم به، كندير له الشرمولة في الوسط. على الشكل هذا في الوسط ديالو كنديروها، وكنديرو شويه ديال المعدنوس وشويه المعدنوس من الفوق. كنستمروا بهذه الكيفيه هذه. كذلك كنحلو، كنديروا له الشرموله ديالو من الداخل باش كتدخلوا داك الشرموله وداك الحامض. يمكننا نقدروا نحتفظوا به اكثر من 3 الاسابيع في الثلاجه، يعني نغطوا عليه مزيان كيف ما لاحظتوا. ها هما درنا لهم شرموله كامله ودرنا لهم معدنوس من الفوق، ونغطيو عليه ونحركوه مزيان يعني بهذه الطريقه هذه. نسدو عليه مزيان، نحركوه بهذه الطريقه. قلت لكم سبق وقلت لكم نقدروا نحتفظوا به اكثر من 3 الاسابيع في الثلاجه، وكمرافق. وهنا كيف ما تلاحظوا درنا العشاء ديالنا الحماس، يعني ان شاء الله نترك لكم الرابط ديالو، يعني كيفية التحضير ديالو حتى هو بمناسبه هذا العيد الاضحى المبارك، والسلطه كمرافقه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتجربوا هذه الوصفه هذه وتنال الاعجاب ديالكم. هو التنجل ديالنا المرقد بالفعل كيجي جد رائع البنات. ما تنساوش لعجبكم الفيديو ديروا لايك وتشاركوا في القناة وتبارطاجوا هذا الفيديو باش يوصل ان شاء الله للناس اللي كيعجبهم سلطات، يعني يكونوا باردين بحال هكا وكمرافق ان شاء الله، وبالصحة والراحة.